مظبوط، عم نشوف بالمدارس إصابات بالإنفلونزا وبالرشح العادي مثل بالكوفيد كمان، وصعب التمييز بيناتهم. بدل ما نبلش نلجأ للإقفال أو نهدد باللجوء للإقفال، علينا دائما إنه نعمل جهدنا لحتى نحسن وضعنا ونتأيد بالشروط اللي ممكن نتأيد فيها. أول شيء الإقفال هو سلاح لا نلجأ له عادة الدول إلا عندما تثبت عزة عن السيطرة على الكورونا. صحيح الكورونا هلأ منتشرة بنسبة لا بأس بها، يعني متوسطة الارتفاع بالبلد، لكن لحديت هلأ هذه النسبة ما زالت ممكن استيعابها. الإقفال هلأ بلبنان لأنه مرتبط بواقع اقتصادي ومعيشي صعب، قد يكون له تداعيات كتير كبيرة، خطرة حتى على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين. لذلك بدل ما نبلش نلجأ للإقفال أو نهدد باللجوء للإقفال، علينا دائما إنه نعمل جهدنا لحتى نحسن وضعنا ونتأيد بالشروط اللي ممكن نتأيد فيها نحن وعم نعيش حياتنا، يعني نحافظ على شغلنا، نحافظ على عملنا، نحافظ على دورتنا الحياتية، لكن ضمن مواصفات صحية. وأهم المواصفات الصحية هي رفع منسوب عمليات التلقيح بلبنان وزيادة عدد الملقحين لحتى يصير في عنا مناعة مجتمعية أعلى. اثنين دوز، نحن تجاوزنا 2 مليون واحد تقريبا، يعني عم نحكي بحوالي 36% او 37% من عدد السكان، وهي نسبه منا منخفضه لكن كنا بنتامل تكون اعلى. واخذين بعين الاعتبار انه نحن عندنا لقاحات كثير بعد متوفره بلبنان، يعني نحن بلبنان مشكلتنا منا العجز باللقاحات، مشكلتنا بتقسم الى جزئين. جزء اول انه في مناطق بعد فيها نسبه التلقيح متدنيه، وهذه يعني لازم يصير في شغل اكثر عليها لرفع نسبه التلقيح فيها. النقطه الثانيه وهي انه مراكز التلقيح بلبنان ما عم تشتغل بكامل ساعتها بكامل قدراتها، وهذا مرتبطه بغياب التعويضات الماليه لها. لما بصير في تعويضات ماليه لنشجع مراكز التلقيح اللي لهلا هي دائما بمعظمها عم يكون متبرع، يعني بوقته بموظفينه بامكانياته، عندئذ فينا نفعل عمليات التلقيح اكثر. فيما يتعلق بالجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة أو الداعمة، نحن بدأناها من عمر 60 وما فوق، أو من ببعض المهن مثل المسعفين أو المهن الطبية. لكن بالمستقبل رح تنفتح أكثر لمعظم الأعمار. الشرط الوحيد اللي نحن مشترطينه هلأ أن يكون في فترة 6 أشهر بين الجرعة الثانية وبين الجرعة الثالثة، وبعد شوي بس تصير مراكز التلقيح حاضرة ممكن هذه الجرعة الثالثة إنه تتعمم على أعمار أقل من 60 سنة. فبالنهاية تقريبا كل واحد إن طعم جرعتين بعد شوي حينعرض عليه الجرعة الثالثة. نحن سمحنا بالجرعة الثالثة إنه تكون من طريقتين، يا إما من نفس اللقاح يا اما من لقاح مختلف. فاذا كان حدا اخذ 2 فايزر في ياخذ جرعه ثالثه مختلفه عن الفايزر، واذا كان اخذ 2 استرازينيكا او 2 ساينوفارم او سبوتنيك في ياخذ جرعه ثالثه من نفس النوع او مختلفه عن النوع نفسه. فاذا الجرعه الثالثه ممكن تكون من نفس النوع ممكن تكون مختلفه من النوع، مش بالضروره تكون هي جرعه ثالثه يعني فايزر او فقط لا غير، لا بالعكس. وعندنا كثير ناس نحن اخذوا اللقاح الروسي اللي هو فعاليته جيده، لكن هلا بالجرعه الثالثه ممكن نعطيهم لقاح اخر مختلف. صعب التمييز بين الكورونا وبين الجريب العادي وبين الرشح من الأعراض فقط. التمييز الوحيد هو من خلال الفحص المخبري.
لذلك وهلا الفحص المخبري للاسف مكلف، لانه وهلا العالم بظروف بظروف اقتصاديه كثير ضيقه. لذلك نصيحتنا للناس بالاول انه يتجنبوا الاكتظاظ والاماكن المكتظه. نصيحتنا للناس انه اللي منه ملقح للكوفيد للكورونا ياخذ اللقاح، واللي اجته الجرعه الثالثه ما يتردد، واللي بعد ما اخذ ولا جرعه يقدم عليها، لأنه صعب كتير التمييز بيناتهم. مظبوط، عم نشوف بالمدارس إصابات بالإنفلونزا وبالرشح العادي مثل بالكوفيد كمان، وصعب التمييز بيناتهم. ونحن بهمنا كتير نحافظ على العام الدراسي، لأنه لبنان خسر سنتين عام دراسي، كمان نخسر سنة ثالثة من العام الدراسي. رح يكون في مشكلة كبيرة للجيل اللبناني اللي قعد 3 سنين ساعتها بكون بلا مدارس.